هالأكلة مشهور مؤلفة من خبز الصاج والزيت التازة الفيل لدعة المرار والحد. وهالأكلة بنحط لها خبز الصاج والزيت التازة والرمان، والأهل بيحتفلوا فيها لأنه نحن مشهورين بالزيتون، والسجرة سجرة مباركة. طبعا الزنانه بيكون الزيت لسعه حد، يعني عصر جديد، بنحط خبز التنور، نفرط رمان، في نعناعة، في توم، يعني بنحط لها هي اكله حلوه. يعني اهل المنطقه هون عندنا كلها بالاجماع معتمدة على هالحكي هذا، وخاصه اثناء عصر الزيتون والموسم، يعني وراثه، هيدي موروثه وراثه من ابائنا واجدادنا، يعني هالاكله هيدي.